من عاصمة الجنوب الغربي بشار، أين تسبب نقص منسوب سد مياه جرف التربة في الولاية في أزمة التزود بالماء الشرب، جعل سكان الأحياء يدخلون في رحلة البحث عن مصادر أخرى لتجنب الأزمة. تفاصيل أكثر مع مهدي بوشتا وهشام بشكيت. موجة الجفاف التي عرفتها ولاية بشار تسببت في انخفاض مستوى سد جرف التربة، ما يخلق أزمة في عملية التزويد بالماء الشرب. C'est un problème qui se pose au niveau international. Et ce n'est pas au niveau national. Bon, كان une exception chaque été. كل صيف راح نشوفوا باللي كاين مشكل هذا نتاع الماء. مالو ما نشربش، صبغي هذا. يا عم الحاج عيسى، ملي حل هذا نشرب هذا. راني في عامين ولا ثلاث سنين نشرب هذا، ملي حل سعيد. الماء تاع السبراره يجي مهماج، يجي شويه مالح، يجي ما يصلحش كاع، وهذا شويه حلو. لا ناقص، يجي نهار بثلاث ايام لاخر، بصح هذا على الماء نتاع حلو. غير القضيه نتاع الماء نتاع البراج ما يصلحش، ما يصلحش للشرب، زعما اي واحد ما يشرب منه ما يطيب منه. وضع ادخل سكان مختلف احياء ولايه بشار في رحله البحث عن المياه من مصادر اخرى. البراج ما كانش فيه نقص الماء، وهذا شيء طبيعي، يعني ما فيهش امطار، يعني لازم نتاقلموا مع وضع معين، ولكن هذا الوضع ما معناهش باللي المواطن راه بلا ما. فيه دي بيرتيرباسيون، ما نقولوش باللي ما كانش الماء. نتحدى اي واحد يقول لي باللي ما كانش الماء. دونك بالرغم من المشاكل اللي رانا فيها، ولكن راه فيه توزيع منتظم، فيه رجال على مستوى عده مؤسسات راهم قايمين بالواجب، واليوم على مستوى السد تروحوا، يعني انا ادعوكم لرؤيه ما ينجز هناك. يبقى على الجهات الوصية إرسال مختصين للبحث عن آبار أخرى لتزويد المنطقة وتجنب أزمة التزود بالمياه.